برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وبالتعاون مع غرفة التجارة اللبنانية الأمريكية، أقيم بفندق الفينيسيا ببيروت مؤتمر شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية بخطوة لافتة لدعم الاقتصاد اللبناني والحفاظ على صلة الوصل بين المغتربين اللبنانيين واللبنانيين المقيمين. رح نبقى مع تقرير بالضوء، ومن بعده رح يكون لنا لقاء مع وليد معلوف رئيس شراكة النهضة الأمريكية اللبنانية ليخبرنا أكثر عن هالمؤتمر وأهدافه. بداية نبقى مع التقرير. قصة الهجرة اللبنانية اللي حملت معها أعداد مهاجرين تركوا لبنان خلال الحروب رجعت اليوم، إنما بصورة مختلفة، صورة تفاؤل بخبر عن مهاجرين صاروا من كبار رجال الأعمال بالخارج، ولأنهم ما نسيوا الأصل، ما نسيوا لبنان، قرروا يساعدوه بمختلف الطرق. فبرعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، أقامت شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية لارب بالتعاون مع غرفة التجارة اللبنانية الأمريكية مؤتمر بأوتيل فينيسيا بيروت بمحاولة مشتركة لإعادة النهوض باقتصاد لبنان وإنمائه. بسبب الحروب الغريبة على أرض لبنان، أنا بسميها الحروب الإقليمية بلبنان، هودي هاجروا صغار بعمر العشرين وبالخمسة وعشرين، اليوم صفوا رجال أعمال كبار، عندهم مؤسسات كبيرة، عندهم أشغال كبيرة، وعندهم الإمكانية إنه يرجعوا على لبنان ويفتحوا أشغال لهم في لبنان ويوظفوا 50-60 شاب وصبية لبنانية بأشغالهم. حضر المؤتمر ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، الوزير محمد الصفدي، والسفيرة الأمريكية بلبنان ميشيل ساسن، بالإضافة لحشد كبير من فعاليات السياسة والاقتصاد والإعلام. بهمنا كتير أنه اللبنانيين عايشين بأمريكا، خاصة رجال الأعمال المتمولين والناجحين، يضلوا يعتبروا أنه هذا لبنان بلدهم الأساسي، يضلوا يعتبروا أنه ما بيجوا هون بس مشان السياحة والصيف ويشوفوا الأهل، بس كمان حتى يتابعوا نشاطاتهم مع بلدهم الأساسي، إن كان بمشاريع اقتصادية بس أهم من هيك مشاريع اجتماعية. ولأن المهاجرين هن الأولى بالاستثمار على أرض لبنان، هالمؤتمر رفع الصوت لخلاص هالوطن، وبهالصدد قدموا رجال الأعمال ببصمة الكرم اللبناني مبالغ مالية لدعم مختلف جمعيات لبنان اللي تبنت مختلف الخدمات من تمريض وتعليم أطفال وحضانة أيتام. هيدا النشاط نشاط مهم جدا، رجال الأعمال اللبنانيين المغتربين في الخارج هن عنصر أساسي من رجال أعمال لبنانيين، في حاجة جدا لدعمهم ولمشاركتهم، وبعتقد على أنه من الضروري نحن كلبنانيين مقيمين نسهل هذا التواجد هذا الدعم بتيسير وتسهيل معاملاتنا الداخلية لإنشاء المؤسسات التجارية والاستثمارية في البلد. مسؤولية النهوض الاقتصادي وبناء ركيزة الوطن تبقى مسؤولية كل واحد منا، مسؤولية لبنان المغترب والمقيم، ليرجع هالوطن مثل ما كان، يتبوأ أعلى المراكز الإقليمية والدولية. أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد معلوف معنا بالستوديو. بذكر حضرتك رئيس شراكة النهضة الأمريكية اللبنانية، شفنا التقرير وأخذنا هيك مقتطف عن أهدافه، والهدف الرئيسي يمكن هو النهوض بالاقتصاد اللبناني بالإضافة لبقاء سلة الوصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين. غيرها كمان من الأهداف قدرنا نسمعها من خلال التقرير، بس فعليا على الأرض هالأهداف كيف رح تحققوها؟ عم نحقق هالأهداف بالزيارة السنوية إذا قدرنا نعملها كل سنة للبنان. نعم. لأن بسنة 2006 جينا حوالي 60 شخصية اغترابية من المجتمع الاقتصادي اللبناني في الخارج. نعم. والسنة جينا حوالي 30 شخصية، بس العدد مش هو اللي بيقوي يما بيخفف العلاقة، بالعكس هي الفكرة، وهيدي الفكرة بلشت للحقيقة بعد حرب تموز 2006. حسينا انه بدنا نجي نساعد بعد هالضرب الرهيب اللي صار بلبنان من اسرائيل وغير اسرائيل، حبينا نجي نساعد
لحتى نخلي شعبنا يحس انه الاغتراب مش عايش برا ونسيكن. بقى افتكرنا بهالموضوع، وكان طبعا رئيس بوش عمل تصريح كتير مهم، طلب من المجتمع المدني الامريكي وخاصة اللبنانيين الامريكيين اللي هن كتير فعالين بالولايات المتحدة وبالادارة الامريكية، انه يتعاونوا لحتى يساعدوا لبنان، يتعاونوا مع الادارة لحتى يساعدوا لبنان. وهيك بلشت للحقيقة الفكرة وانطلقنا. سنة 2006 ما كنا منظمين مثل ما هلأ منظمين أكثر، لهالسبب بتشوفي المؤتمر اليوم أكبر من سنة 2006. والأهداف هي ثلاثة إذا بدك. أول هدف هو هالاغتراب اللي عايش برا واللي بعد عنده تواصل مع لبنان، عنده مصالح بلبنان، عنده أهله بلبنان، ما بده يتخلى عن لبنان، هو أول اغتراب حابب يرجع إذا كانت الظروف الأمنية بتسمح له والاستقرار بيسمح له بلبنان، الاستقرار على المدى الطويل مش استقرار شهر وشهرين. حابب يرجع، لمن يرجع بما انه ناجح برا وعنده مؤسسات وعنده شرك، بحب انه يفتح بلبنان طبعا، لانه بيعرف الجغرافيا، بيعرف الديموغرافي، بيعرف كل شيء، هاي الاهون له الاهل وشعب لبنان من كل بد. بقى ليش ما بيجي وبيفتح شغل هون؟ سنه 2006 اجى شخص معنا اسمه الأستاذ ميشيل يمين، اللي هو اليوم هو التراجرر يما أمين الصندوق بالمؤسسة، فتح شغل وعامل اي تي كومباني وموظف كذا إنسان لبناني شاب طالع من الجامعة. بقى هيدا هو الهدف الأساسي انه نرجع. الهدف الثاني نخلي هالجسر بين الاغتراب وبين المقيمين فعال، لانه الاغتراب ما بيعرفنا، ما بيعرف كتير عن اللبنانية، بيعرف انه في كتير لبنانية برا، بس مين هن هاللبنانيين وكيف عم يشتغلوا وشو عم يعملوا؟ ما في. بقى لما نجي نحن وفد بهالشكل هيدا، كانت الصحافة امبارح كلها حواليهم عم بيسألون، عم بيعملوا لهم مقابلات، يعني عدة مؤسسات صحفية عملت مقابلات مع عدة عالم. طيب هالعالم هالوفد اللي شارك بالمؤتمر، إذا نحكي بالتفاصيل من هن هالأشخاص اللي كلهم كمان أمريكيين من أصل لبناني وفعالين بالاقتصاد هنيك 100%، وعندهم شركة كتير عظيمة. مثلا الكوربوريت ليدر معنا كان أستاذ غسان صعب، يعني حكي قصته كيف راح على أمريكا وكيف صفى هلأ عنده شركة بعمر بنايات بكل أنحاء ميشيغان. كلهم عندهم تواصل، بيحكم اللغة العربية بكل جدارة وطلاقة. سو هودي هالأشخاص مهمين للبنان ومهمين انهم يرجعوا للبنان ويحسنوا مش بس اقتصاديا كذلك سياسيا. وهي بس يعني ثاني سنه يعقد المؤتمر فيها او هيدي ثاني مره؟ مش ثاني مره، ثاني مره عندنا، سميناها نحن لارب 1 كانت بنوفمبر 2006 وهيدي لارب 2 ب 2008، لان بتاخذ وقت لحتى تحضري مؤتمر من هالنوع. بس قبل ما تساليني سؤال، فيني اعطيكي نسخه عن كتابي؟ طبعا لإلك، جبت لك جوال، سوري بيرات، بس قلت للماما انك، الماما عم تتفرج علينا هلا، قلت للماما انك من دوما. مزبوط. بقى جبت لك هالكتاب وفي بالنص صورة دوما وصورة استقبال دوما لإلي لمن. بقى جوال إلى جوال فضول، معا على طريق الحرية والسيادة والإستقلال الحقيقي للبنان. نعم. إذا بدك تسألين جبور. جوال ما توخزونا يا ولد دوما. لا ما يوخزنا هو. ميرسي، سلم لي كثير على الوالدة، كلك ذوق، يا ريت فيك تبقى تستعيري. لا أنا من الشمال، من جبلك واحد يعني. شمال قلبنا.